وإلا تكن فتنة. هكذا قال سيدنا عمر بن عبد العزيز الله عنه: أخبصوا لهذا الوطن فوالله لن ينفعكم شيء، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ به غيره. لابد لكل أن يؤدي واجبه وأن لا يؤخر الإصلاح. أروا الناس خطوات عملية على أرض الواقع لتطمئن قلوبهم، أروا الناس محاكمات جادة حتى تطمئن قلوبهم. يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وقالوا له أيضا لما شكوا إليه القوم قوما آخرين، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هناك تفريق بين الصالح والطالح، على أكتافهم تبنى الأمم. ما بنيت أمة على جهل ولا على طرف ولا على فساد، إنما يقدم أهل العلم ويقدم العلماء في كل مجال من مجالات الأمة حتى تنهض الأمة. نحن نريد أن نعيد النظر في ميزانية الأمة في التعليم. الأمم حولنا تنفق على التعليم أضعاف ما ننفق نحن، وعلى البحث العلمي أضعاف ما ننفق نحن. نريد أن نفعل ذلك، نريد أن نتخذ من سيدنا عمر أسوة في قيام الحكم على العدل، في رد المظالم ومراعاة سنة التدرج. يا أبت ما لك لا تنفذ الأمور؟ قال: يا بني، إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين ثم حرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيتركوه جملة. هذه نريد أن نحفظها وأن نعيها لنفسنا.